مجال لرفع الصوت انه اي سيده هي تعرضت لاي نوع من هذا من الاعتداء الجنسي من حقها تكون عم بتبلغ، من حقها تكون عم بتعلي صوتها، ومش من حق حدا يكون عم بيكتملا هذا الصوت بس بهدف انه يكون عم بيخبي هيدي الحقيقه لانه في عرض او في شرف عم ينحكى عنه. بالنهايه هيدي جريمه تعرضت لها، شأنها شأن اي جريمه اخرى، ومن حقها انه هي تكون عم تحصل على حقها، ومن واجب القانون انه يكون عم بيحاسب المعتدي والمجرم بأشد العقوبات. هيدي واحدة من الرسائل الأساسية اللي نحن دايماً بنشتغل نكون عم نوصلها للسيدات وللمجتمع ككل، إنه مش ذنبك، مش ذنب أي سيدة هي عم تتلقى عنف، يعني مش هو ذنبها، هيدا ذنب الشخص المعتدي. هذا شيء أساسي يكون كلنا بنعرفه، ومن واجبنا نكون عم نطالب إنه تكون هي عم تحصل على حقها بهذا الإطار. أي سيدة بتتعرض لوضع فيه إساءة أو فيه عنف شو ما كان نوع العنف، هي بتقطع بعنف نفسي كمان كتير كبير، بتقطع بظروف نفسية متفاوتة، وصولاً لحتى تقدر تكون عم بترجع توقف على إجريها، ترجع تطالب، ترجع تحاول تشتغل، انه الاثر النفسي اللي انترك عليها تكون عم تتجاوزه بطريقه او باخرى. واكيد الدعم بهذا المجال كتير مهم بالنسبه لها، ومن هون احنا بيجي دورنا نكون عم نساعد، نكون عم ندعم سيدات حتى يقطعوا هذا الوضع وباقل اضرار ممكن اذا فينا نقول، وبنفس الوقت تكون هي عم تسترجع قدرتها، عم ترجع توقف على اجريها، عم ترجع تتمكن بجميع المجالات حتى كنا قطعنا يعني على التغيير.